اروح لكاس العالم للانديه، ولو اني بسبق ببعيد جدا جدا. وسالت حضرتك، فتحت كلامي مع حضرتك بموضوع كاس العالم للانديه، هل كاس العالم للانديه محتاج شغل من دلوقتي، ولا انا لو اشتغلت من دلوقتي على كاس العالم للانديه يبقى انا بضيع تركيزي في بطوله بعد 4 ايام وبطوله تانيه مستمره اللي هي بطوله الدوري العام؟ دي الحنكه 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 اه دي القياده الواعيه اللي لازم الفرقه ولعيبه ومدرب وقبل كل دول المشرف على الكره كابتن محمود الخطيب لابد انه يتولى الملف ده ويتفرغ له تماما، لانه محتاج جهد ومحتاج شغل ومحتاج تفكير ومحتاج تحرك ومحتاج نصايح ومحتاج نظره خارجيه وتحرك سريع لافضل العناصر، ومحتاج اتصالات. احنا عايزين نعمل غربله في لجنه التعاقدات، غربله يحصل غربله افكار جديده، مش تقليل من اللي كان موجود امير او غيره، لكن في نفس الوقت انت كل فتره لجنة محتاج تعاقدات. يعني هو ما هو امير ما بيختارش، امير بيكلف بانهاء تعاقد، لكنه التعاقد بيبقى حضرتك كرئيس لجنه التخطيط او الان الكابتن مختار كرئيس لجنه التخطيط او حد من الاداره داخل النادي، وفي الاساس زي ما حضرتك قلت المدرب. فهو انا بتاع لجنه التعاقدات، انا مالي، انا ما عليا الا اني انهي التعاقد. ففي النهايه هو قرار فني للمدرب. ما اقصده انه في المراحل اللي تحتاج لتحرك وتواصل وتفاوض لابد ان يكون في الاسرع، الريتم الاسرع، لابد ان يكون في كفاءه عاليه نعم. تتولى المنصب ده، بحيث انه يعني لو عملنا السكاوتنج كابتن هاني اشتغل وجاب المعلومات وجبنا الاسامي والمدرب قعد واتفرج وقال ده، يبقى نتحرك يبقى نتحرك نعم. والتحرك ما ياخدش وقت طويل نعم. ليه؟ لانه ما عندكش وقت انك انت تصبر وتستنى وتشوف. المشكله مش في التحرك يا كابتن احمد، المشكله في ضيق الوقت بالنسبه لك لانك انت مشغول. ما هو انت برضو يا كابتن بين نارين، يعني حضرتك وانا متفقين انك بين نارين، لازم تستعد كويس قوي لكاس العالم للانديه، لانه كاس عالم بجد الناس كلها هتتفرج عليه، 32 فريق اول مره في ثوبها الجديد، وفي نفس الوقت لازم ما تخسرش اللي معاك، لانه عندك بطوله بعد 4 ايام وعندك دوري وانت فاقد 4 نقاط في بطوله الدوري، في دوري سريع هيخلص السنه دي. ما هو ده انا اللي بسال حضرتك فيه، هقدر اظبطها ازاي، هقدر اوازنها ازاي؟ هي عملية مش سهلة اطلاقا، مش سهلة، يعني عملية صعبة جدا، لكن لابد انه يكون في اولويات، واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا من وجهة نظري الشخصية الاولويات دايما بطولة الدوري العام، بطولة الدوري دي اللي تهم الجمهور نمرة واحد، ماشي اوكي احسن من كاس العالم للقارات، احسن مش عارف ايه، معلش معلش كاس العالم للانديه، لا معلش، الناس دلوقتي كلها، احنا هنفتح لك اسئله السوشيال ميديا هتلاقي كله دلوقتي يقول لك ازاي الكابتن محسن بيقول كده، كاس العالم الانديه وظهور الاهلي والمجموعه مناسبه والدنيا، واحنا مش هنروح ضيف شرف ومش هنرجع كده. احنا ما اتكلمناش وقلنا ضيف شرف، احنا بنتكلم على اولويات موجوده. انت دلوقتي في معركه هتستمر فيها، ولا انت هتاخد اللعيبه تقول لا دول نريحهم عشان ما يتعوروش ونكمل الدوري باي حد وتضحي ببطوله الدوري؟ انت التارجت الاول او الهدف الاول بالنسبه لك الفوز ببطوله الدوري العام، ده اهم حاجه موجوده، لانه ده اللي انت بتشتغل فيه دلوقتي، ده اللي في ايدك بتشتغل فيه، التاني لسه محتاج وقت. حلم الناس